على ترتيب أغلب الأشياء. المهم سلمكم الله، طبعا لأن فستاني هذا ضيق إحنا لازلنا الجو شوي بارد في الصباح خصوصا وفي الليل، فلبست هذا الصوف الأنيق هذا. والله شو وزني الحين صاير 73، كان قبل فترة 72 وكان 60، بعدين انتوا عارفين وصل الحين 73. لولا المشدات ما يدخل فيني، لولا المشدات ما يدخل فيني. المهم خلوني أوريكم كيف المشد من مترو برازيل نحت خصري نحت. أخذت مشد كذا يبدأ من هنا هو للخصر وينحت الخصر والبطن والمؤخرة، يكبرها ويشدها ويرفعها. شوف كيف صار جسمي، شفتوا كيف؟ شوف كيف شد المؤخرة نحتها ورفعها، يعني صراحة من جد من جد رهيب صدق. يعني المشد هذا شوف كيف، شوف كيف هو من هنا، من هنا جاي. هذا واحد من عمان، شوف كيف غبر، شوف كيف مغبر، لأنهم قاعدين قاعدين شو اسمه يصنفرون جدار الحمام. المهم هو من هنا المشد إلين هنا إلين، زي ما قلت لكم المشد اللي لبسته يبدأ من هنا إلى منتصف الفخذ، يعني يشتغل على المنطقة السفلية، يشد المؤخرة يرفعها يكبرها لك، يعطيها شكل جميل، شكل مستدير كامل الاستدارة. ما في يعني انتوا عارفين اذا الوحدة ما لبست مشد ما يكون شكل جسمها بيرفكت، هذا ينسق لك الجسم، يعطيك قوام جميل سواء كنتي نحيفة او كنتي ممتلئة مثلي. طبعا انا هذاك اليوم تذكرون قبل امس لما لبست الفستان، قبل ما لبست الفستان شايفين جسمي، في النهاية بالأخير لبست المشد، هذا هو المشد اللي لبسته، يجنن. شوفوا كيف، يعني شوفوا حتى شكله ياخذ العقل، يكبر صدرك يرفعه، ينحت خصرك وبطنك يشده، مكان المؤخرة شوفوا كيف مكان المؤخرة. قلت أوقف هنا عشان تشوفون جسمي صح، شوفوا كيف يرتب الجسم، يرتب. شوفوا كيف حتى هنا المؤخرة كيف أبرزها مرة وشدها وخلها كاملة الاستدارة ورفعها، كيف نحت الخصر. شوفوا كيف المؤخرة، يعني صدق صدق عجيب يجنن، يرفعها ويشدها ويخليها كاملة الاستدارة، يرتب الجسم البطن. يشوفني يقول هذه بطنها طلعت وأنا منتفخة دب، يعني صدق مشداتهم روعة. زي ما قلت لكم شوفوا دائما تتميز مشداتهم، شوفوا من عند المؤخرة يجيك زي كذا شفاف، ليه؟ عشان يشدها ويرفعها ويعطيها